جيدة. فشنو هي الخطوات اللي أنا بيها أقدر أكون أو أمتهن الموهبة دي؟ شوفي، أول حاجة أنت عايزة تبدعي في حاجة وتكوني فيها يعني بيرفكت، تشوفي الأساسيات بتاعت الحاجة اللي بتطلع لك النتيجة تكون رهيبة يعني وتعجب الزباين وكذا، فهمتي؟ اللي هي شنو؟ اللي هي شنو؟ أول حاجة يا دينا أنت بشرتك، لازم تهتمي بالبشرة، يعني ما تكون جافة، تحاولي تستخدمي حاجات طبية ما ترهق بشرتك، فهمتي؟ تختاري أنواع يعني للمكياج، حتى ما هي ما أقول لك تكون يعني ماركة غالية أو ولا مارك، عالية. أيوة تكون في متناول اليد لكن يعني كويسة، فهمتي؟ على أساس إنها تطلع لك نتيجة حلوة، يعني ما تحكس لك حاجة تديكي. الفكرة شنو ميسون؟ يعني دحين بنشوف يعني كثير بنسمع نصائح من الميك اب ارتست انه والله حاولي كل ما قللت الكمية كل ما زبط معاك المكياج اكثر، او العكس بنشوف في توتوريالات كثيرة جدا انه الميك اب ارتست ما شاء الله عليها بتخد كمية كويسة جدا وفي النهاية بتدمج وبيطلع بشكل جميل وطبيعي. ايوه يلا شوفي، بتعتمد على شنو الحاجه دي في 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 المواد اللي انت اصلا بتستخدميها، دي حاجه مهمه، فهمتي؟ فبقول لك الاناقه في البساطه، بساطة. فهمتي؟ فكل انت ما بسطتي الحاجه بتطلع جميله. وهسي انت ذكرتي يعني انه المكياج زمان غير هسي، يعني فهمتي؟ صحيح. وكل ما احنا ماشيين لقدام بتلقي الموضوع يعني بيتطور. بيتطور، كيف؟ في الحاجة البسيطة، يعني الناس ما ماشية بتعمل حاجة اوفر، فهمتي؟ بيعملوا مكياج يعني الالوان الصارخة، الحاجات دي لا، الحاجات دي هسي حاليا اسم شبه دارج بقت ما الميك اب النو موجودة. ميك اب، لما ايوه اكون عامله ميك اب النو لكن ميك اب، ما يبين ايوه انه ابدا في ميك اب. ايوه بالضبط كده. يعني كل ما قللتي الحاجة وعرفتي اساسيات المكياج، عرفتي انت محتاجة شنو، وشك محتاج فاونديشن اي درجة، فهمتي؟